الموضوع اللي هنتكلم عنه النهارده يمكن عامل ازمه كتير ما بين المتحابين او ما بين الازواج. الشخصيه اللي دايما طول الوقت حاسس انها بتلومك، دايما طول الوقت حاسه انها ان هو بيلومك، تحسي ان انت عامله اللي عليكي وزياده ومستنيه بقى اللي هي ايه نظره التقدير وكلمه الشكر والعرفان او حتى يعني العادي، لكن حقيقي انك تتفاجئي او في بعض الاحيان تتفاجئ. لا كتير تتفاجئ. لا والله تتفاجئ كتير بقى، كتير بقى تتفاجئ. بتالي الست في الحته دي هي اللي مقهوره اكتر. اصبر انا جايب لكم حاجه حلوه. انه في لوم طول الوقت، طول الوقت في اللي هو شريك حياتك واللي المفروض انه يقدرك والمفروض ان هو يقول لك يا تعبتي نفسك قوي النهارده، يا عملتي كل ده لوحدك، تلاقي في دايما لوم، يعني دايما تحسي انه ايه الحاجه اللي انت المفروض ان انت فاكره انك هي فله لم تكتمل في عينه، دايما يبص على الحته الناقصه. لو عملتي كل حاجه كويسه وقعت منك تفصيله صغيره ما يشوفش كل الحاجه الكويسه. ليه سايبه ده؟ او لو عمل حاجات حلوه كتير قوي تفتكر له حاجه وحشه. لا مش احنا ما بنتكلمش على القديم. تقول له تلومه على حاجه حلوه. لا دايما الراجل بيلوم اكتر الست لان الست مسؤوليتها اكتر وهي المفروض تاخد بالها من البيت، تاخد بالها منه وتاخد بالها من الاولاد، فتفاصيلها كتير. فدايما هو لو هو شخص لوام بطبعه هتلاقيه دايما بيلومها مهما عملت. ده كلام مرسل. امال ايه الكلام اللي مش في دراسات؟ اتفضل قول. الله الله اخيرا اتكلمنا بدراسه. سامح كبري يا اولاد وبقى مع دراسات. دول هريين للدراسات. انا عايز اقول لهم دراسه كمان. قول لي يا سيدي قول. بص يا سيدي هنطلعها برضه مضروبه. انا عارفه دافع فيها كام الدراسه دي؟ سان فرانسيسكو. سان فرانسيسكو فين ده؟ استنى. لا ده تكساس. ده جامعه تكساس. تكساس في امريكا. ماشي عملوا ايه؟ دراسه علميه عملتها جامعه تكساس في امريكا، جابوا شويه ازواج وحددوا ليهم خمس مواضيع باعتبار ان الخمس مواضيع دي هي اكتر مواضيع شائكه اللي ممكن تعمل خلافات. ازواج يعني كابلز، خمسه كابلز. الوقت، مواضيع الوقت، الفلوس، شغل البيت، التواصل بين الزوجين، وتربيه الاطفال. ماشي وقالوا لهم ايه؟ تعالوا حلوين انتوا قدامكم 10 دقايق يعملوا فيها ايه؟ تقعدوا تتكلموا وتتناقشوا مع بعض وتحلوا. هيشوفوا اسلوب اللوم بقى والعتاب وكده، هيشوفوا مين اكتر في اللوم. خدوا بقى المناقشات الزوجيه دي وحللوها، اكتشفوا ايه بقى؟ ان الستات هم الاكثر توجيها للوم. واستخدموا عبارات الاتهام دايما بنسبة 68% عن الرجالة. يعني الرجالة برضو بيلوموا بس نسبة الستات نسبة أكبر. طبعاً. ده أنت عارف ليه بقى؟ قوي عارف ليه؟ عارف ليه؟ فاكر لما قلنا في دراسة إن الست بتقدر تفكر وهي بتتكلم؟ لا مش فاكر. وإن الست بتتكلم أسرع من الراجل لأن الراجل ما يقدرش يفكر ويتكلم في نفس الوقت. وإن الراجل بيقعد يترجم الكلام أيوة ده إيه؟ ففي العشر مزيكا. مش لأن هو صح. لا مش لأن هو مش عارف يلومها أو ما عندوش العيب ده، هو مش لاحق العشر دقايق. هو فاكرة يا شيري لما قلنا إن الست بتتكلم وبتفكر في نفس الوقت صح. وده بيخليها أسرع في الرد واسرع في السياق البديهه بالظبط. واحنا يا عيني ايوه عشان كده العشر دقايق دول دي حته مقصوصه من العلاقه، مقصوصه ومكثفه في وقت قليل. معلش ممكن مش ممكن ترجع لي تاني للمواضيع اللي اتناقشوا فيها؟ عينيا حاضر. كلها مواضيع بس طبيعه طبيعه عجبتكم الدراسه؟ لا طبيعه الموضوعات. طبيعه الموضوع الوقت، الفلوس، تربيه الاطفال. الوقت، الفلوس، تربيه الاطفال، شغل البيت، التواصل بين الازواج. لا هي شغل البيت، ما هو شغل البيت وتربيه الاطفال لازم الست هتلوم الراجل. الفلوس وتربيه الاطفال وشغل البيت واحده من الموضوعات فعلا اللي ما فيش كود اتفقنا عليه طبعا. نتكلم دايما الخلافات تطلع من الحته دي طبعا. ودايما حقيقي اللوم وزي ما الامهات طبعا اكيد بيلوموا بس الابهات بيلوموا اكتر في الحته دي. يقول لك ايه؟ طبعا طبعا يا هانم، ما هو ما انت مدلعاه ليل نهار. طبعا ما هو مش عارف ايه، ما هو ما انت بوظتي الواد، جاب درجات وحشه، انت اللي عملتي كذا، مش عارفه رد عليه مثلا لو تربيتك طبعا تربيتك. لا طبعا. او هي طول الوقت تقول له ما انت ما بتقعدش في البيت كتير، ولما بتقعد في البيت كتير شويه صغيرين علشان العيال يحبوك فبتقعد تطبطب عليهم، ما ده كله بسببك. بص انا عايزه اقول لك حاجه. صح انا ولا شايفه لا. ايوه طبعا، بس انا شايفه انه اللي بيزرع الـ المشكله من الاساس ان احنا دايما ما بنفكرش شويه من وجهه نظر الاخر، او ما بنفكرش ثواني قبل ما نقول نطلع القنابل والمدافع اللي بنطلعها من بقنا. يعني انا دايما اقول لمراتي مثلا ما هو من تربيتك، الولد وقع لانك مهمله، الولد مش مستحمي لانك مش نظيفه. لكن انا لو قعدت ثانيه كراجل افكر كل المهام اللي بتعملها طول النهار فالتفصيله دي وقعت منها،
ما عملتهاش، ما حطهاش بقى تحت الميكروسكوب وكبرها. يبقى في شيء من التعاطف. انا ما اجيش اقول لجوزي طبعا ما انت رامي العيال طول النهار وبتقعد مع برضه، يبقى في عندي شيء مع من التعاطف مع الاخر. احنا انا بس مش عايزه اتكلم في 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 التوبيك ده عن بس انا عايزه اقول لك حاجه. هو اكيد لو انا دخلت البيت ولقيت الدنيا مش كويسة ومش مترتبة والعيال مش مستحمية ومش مترحة، انت كراجل انا كراجل أوكي. اكيد طبعا الام مقصرة، انا خلي بالك، بس هناك طريقة لإدارة الحوار طبعا، مش لوم، مش اللوم، مش اللوم. ما احنا لسه كنا بنتكلم يعني حتى في الفصل بالظبط ان اللوم حتى الاصدقاء صحيح الفت نظر العيال اللي ايه تكلمها تقول لك انا زعلانة منك، انت بتسأليش عليا ليه انا الدنيا هادي وانا دايما اللي قاعده اكلمك أيوة. انت ما تكلمينيش، طب مش هتكلمينيش مش عايزاكي تكلميني والله بجد حاجه تضحك يعني مش عايزاكي. هو اللوم على فكره اللوم في اي علاقه بيبوظها، حتى لما تلوم ابنك او بنتك كتير على افعالهم هتبوظ علاقتك بيهم، لما تلوم لما اهالينا يلومونا دايما على تصرفاتنا حتى وانا كبيره بيبوظ علاقتي بيهم وبيوترها، لما الراجل يلوم مراته يعني اللوم ده شيء محبط جدا. تعالوا بقى اقول لكم لما بيبقى في واحد بيلعب دور البطوله في العلاقه دي، يعني في واحد بيبقى واخد اللوم ده هو دايما اللي لاعب في دور البطوله، دايما هو اللي هو اللي بيمارس اللوم ولا بيمارس عليه، بيمارس اللوم على الطرف الاخر، فالطرف الاخر مع الوقت بيقهر طبعا لانه بيحس انه مهما عمل هو مش جود انف، هو مش كويس، هو مش كفايه، هو مش مفوت حاجات. بصوا بقى الدراسات برضو النفسيه بتقول لك ايه، بتقول لك انه المراحل اللي بيمر بيها الطرف اللي بيتوجه له اللوم طول الوقت في الحياه الزوجيه، انا الطرف مثلا سواء كنت راجل او ست، انا الطرف اللي بيتوجه لي دايما اللي بتلام دايما اوكي. اول حاجه بيحس بدايه كده بالعزله والوحده، وبيحس انه هو منفصل عن الطرف الاخر. ده اول احساس، العزلة والوحدة، ده أول إحساس. تاني إحساس الانفصال عن الطرف الآخر. المرحلة الثالثة بقى لما بتتطور اللوم ده طول الوقت، المرحلة الثالثة الشعور بالغضب والمرارة من الطرف الآخر. وبعدين المرحلة الشعور بأن الطرف الثاني أناني، ودي حقيقة لأن دايما اللي بيمارس اللوم ده شخص أناني لأنه بيشوف كل حاجة من منظوره هو نظر. ومنطقه بيبقى غير مقبول خلاص وغير معقول للشخص اللي ملام، لان خلاص من كتر ما بتتلام بتبدا ما تسمعوش، لان بتحس ان هو بيلوم على الفاضي والمليانه وفقد مصداقيته معاك اوكي. وفي بقى المرحله الاخيره هي مرحله تاكل العلاقه وتمزق الروابط بين الاثنين، الفجوه بقى، وتزيد بقى الفجوه ويبقى خلاص يبقى التواصل ما بقاش موجود، ده بدايه الخلاص. خلاص انت كمان بتفقد الامل وبتفقد الرغبه في ارضاء الطرف الاخر، انت طول الوقت المحفز ان انت تحس بابريشيشن، تحس بتقدير، وتحس ان الطرف الاخر مبسوط من اللي انت بتعمله ومقدره وشايله فوق دماغه وحاسس بيه، فده بيديك زي بنزين ان انت تبذل اكتر في العلاقه. لما بتبطل تحس بالتقدير مره على مره، احنا ممكن نقول يعني يبقى في ما بيننا عتاب عتاب، لكن مش لوم. طب بس ده شعره فيا ايه ده؟ طب انا افصل ما بين اللوم والعتاب ازاي؟ لا اللوم ده دايما بيودينا لسكه مقفوله، سكه مسدوده، مش نتيجتها ان احنا نبني حاجه جديده. يعني وانا بعاتب اعمل ايه؟ وانا بلوم بغلط وبعمل ايه؟ يعني وانا بعاتب اعمل ايه وما اعملش ايه عشان ما يبقاش لوم؟ بصي، هو مش بيقول لك العتب على قد المحبه؟ دايما اقوم قايل والله يعني تسلم ايديكي كذا كذا كذا، حلو قوي، بس هي بقى ليه لو اتعملت بقى معاها المره الجايه مش عارف حطيتي ليمون هنا هيبقى تحفه جدا. هو اللوم ده انتقاد، انت ليه مش حاطه ليمون؟ طبعا انت ليه مش عامله كذا؟ انت ليه الاكل كذا؟ اوكي، يعني اذا احنا هنحط بقى العتاب شعر. العتاب في ناحيه اللي هو بالطريقه اللي انت بتقولها، لكن اللوم اللي هو واخد شكل النقد الدائم ده له شكل تاني خالص. طبعا هو ما بذكرش محاسن، هو ابتدي العتاب ده هتلاقيه مغلف بطبقه من الحنيه او بطبقه من المشاعر اللي فيها يعني او واخد بالك على فكره او التقدير صح التقدير ده هيقوم مدي احساس للاخر ان هو ده ممتن بيا وممتن ليا يعني وبيقدرني، بس بيلفت انتباهي مش بيلومني. بس بيلفت انتباهي. وبعدين يا جماعه معلش انا عايزه اقول حاجه، خفوا على بعض شويه، انت كراجل خف على الست شويه، يعني ما هو ما فيش حد كامل يا جماعه. احنا ليه بنطلب من الاخر ان هو يبقى كامل؟ خليك انت كامل، خليك انت كامله. يعني قبل ما اطلب من سامح لو احنا في علاقه وعايشين مع بعض في بيت واحد وازواج، قبل ما اطلب منه الكمال اتشطر انا على نفسي وابقى كامله. لو عرفت ابقى كامله اخد منه. بس هو ما حدش بقى بيفكر بطريقه، لا ما هو احنا لازم نفكر كده برضه، بتبصر لنفسها انها يعني فل. يعني انا مش علشان انفي خطئي اقوم اعرف هيدي ان هي الغلطه،
لا مش هي دي العلاقة، مفيش ندية أصلا ما بيننا، احنا بنبني سوا، مش عايز اثبتك ان انت اللي غلط او تثبتي ان انا اللي غلط. اللوام ده دايما على فكره لما بيثبت انه للاخر اللي هو غلطان ده يظهر بيديله احساس بالرضا عن نفسه. انا بقى هقول يعني نفسيا صح. يعني احنا اتكلمنا عن مراحل اللي بيوصل لها الملام اللي اللوم واقع عليه الشخص الملام وبيحصل ايه في الضحيه. لكن هو ليه واحد بيلوم واحد؟ يعني ليه اللوام بيعمل كده؟ ليه انا لوم هدي كل ما اشوفها لومها انها ما سالتش عليا، ولومها انها مش عارفه ايه، ولومها انها ما جتليش، ولومها انها ما زرتنيش، ولومها انها مش عارفه ايه، ولومها طول ليه ممكن نلوم بعض؟ ليه انا الومها؟ ليه اقوم بالفعل ده؟ بصوا بقى اقول لكم برضو على نقطه مهمه قوي، اعتقد ان الدراسه دي بتتكلم عنها وهتفرق برضو معانا في الحوار. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الستات اكتر اعترافا بالخطا واكتر ترديدا لكلمات الاعتذار. لما يغلطوا يقولوا على طول انا غلطت اكتر من الرجال. ولما دوروا في الاسباب لقوا ان تقدير الست للخطا، تقديرها لما هو خطا او اللي ممكن يكون غلط حساسة من ناحيتها اقل بكتير من الرجاله. بمعنى يعني الراجل الحاجات الكتير اللي مش غلط وعاديه كتير بالنسبه له. اوكي. فما يعتذرش، هو 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 مش معرفها غلط، هو مش شايفها غلط. الفكره دي حاجه عاديه. طب ان دي تفصيله عاديه. ايوه انا ما غلطتش على فكره. ايوه يعني اعتذر ليه؟ ده عادي يعني. فاهمه اللي هو يعني انت ازاي تسيبني انزل التاكسي لوحدي مثلا وما تتصلش بيا تطمن عليا وانا وصلت عند ماما؟ ايوه يعني هو التاكسي هياكلك؟ فعارف دي دايما خناقه شهيره اللي هو ايه؟ طب يعني طب ما اتصل شوفني رجعت مش عارف ايه. ايوه ماشي، ما ترجعي وتبقي تكلميني يعني. فهي تلومه فتبان في نظره ان هي لوامة. ست لوامه. فهي هي تعريف قاموس الخطا عندها مختلف عنده، مختلف عن قاموس الخطا عنده. علشان كده سقف الاخطاء عند الرجاله مختلفه، اعلى اعلى حاجات كتير. فهي هي بتعتذر اكتر لان القاموس مختلف وهو اعتذاراته أقل مش كتيرة. وهنا برضو بتحصل تاني هنتكلم، بتحصل الفجوة في تعريف الأشياء. مين هو شايف إيه؟ مش عادي يعني أنت بتلوميني على إيه؟ مش حاجة تلام عليها. دايما يقول حاجة صغيرة، لا أنت دي حاجة صغيرة وهي بالنسبة لها حاجة كبيرة. ما هي بقى عدم إيه يعني المفاهيم مختلفة. لا بس ولازم ندرك ده. بس دي ناس برضو عادية يعني. إن ما يكون أنا بلومك على حاجات وأنت بتلومني على حاجات بيبقى في شيء من التوازن في العلاقة. لكن لما بيكون في واحد واخد دايما الخط بتاع اللوم وواحد دايما واخد خط أنا آسف أنا معتذر أنا غلطان أنا مقصر، هنا بيحصل عدم توازن بقى. بيحصل بقى مشاكل جامدة جدا لأنه بيبقى في شخص في طرف مقهر دايما واقع تحت قهر أنه دايما الغلطان، وتبدأ ثقته في نفسه تقل لأنه يحس دايما أنه هو يا ترى لما هيجي هيلومني على ايه؟ يا ترى ايه اللي ناقص؟ يا ترى ايه اللي ما حصلش؟ يا ترى ايه اللي ما عملتوش؟ لانه دايما بيبص على الحته اللي ناقصه، مش بيبص على الحته الكامله او الحلوه. الشخص اللوام ده شخص صعب جدا، خلوا بالكم لانه ممكن تشوفوا نفسكم عاديين، انا بس بحب كل حاجه تبقى كويسه، عارف مبررات دايما الشخص اللوام. انا منظم زياده عن اللزوم. انا منظم، انا بيرفكشنست، انا واحد بحب الكمال، انا واحد بحب نوصل لاحسن حاجه ممكن نوصل لها، دايما مدي نفسه العظمه بتاعت انه انا الوم لان انت بتغلط بس انا بشتغل على نفسي. هو لان يعني معظم الرجاله بيبقوا حاسين ان هم القائد، هم القياده، او هو الاحسن والاكمل. ما هو علشان النقص دايما عندها القائد هو القياده، فاللي تحت بياخدوا اوردرات. بس ده مش صعب. فممكن تلاقيه من وجهه النظر دي. لكن احنا عايزين نقول ان ثقافه الاعتذار دي شيء رائع جدا، ان الست تعتذر والراجل كمان يعتذر. لكن لما انا كراجل اجي اعتذر لك على الطرف الاخر بالذات الست يتقبل الاعتذار، تتقبل ده وخلاص، مش تاخدها كانها فريسه وقع اعترفت بغلطك يبقى تقعد تقول له طب مش انا كنت قايلها لك كذا، افضل الومك بقى بعد الاعتذار اكمل اللوم فهتخليني مش هعتذر. ايوه بس انت كمان لما تعتذر تعتذر مش بجمله ما قلنا خلاص اسفين بقى. طبعا ما هو ده مش اعتذار برضه. لا دي خناقه يعني. خلاص يا ستي، خلاص يا ستي حقك عليا انا غلطان. ما في رجاله كتير بتقول كده. لو انت بتعتبر ان ده اعتذار، هو ده مش اعتذار. الاعتذار لازم تقوله باحساس انه انت فاهم وجهه نظري وعندك
يعني تفهم للي مضايقني وبتعتذر حتى لو انت مش شايف انك غلطه. في فرق كبير قوي على فكره، انا ممكن اشوف ان انا ما غلطتش بس التصرف ده ضايق الطرف الاخر، والطرف الاخر عنده اسباب واضحه وصريحه ليه التصرف ده ضايقه، فانا بعتذر اني سببت له في مضايقه ممكن اكون شايف ان انا ما غلطتش، بس هو تقبلها بشكل لا ما هي دي بقى ما ممكن برضو الست تيجي تقول ايه بص انا شايفه ان انا ما غلطتش بس اسفه. طب ما يعني ايه؟ ما دي برضو افتحس ان فيها عند. ما طبعا طبعا هو انت عايز تسمع كلمه انا اسف يعني انا اسف انا مش عايز اسمع ليه سامح ويه طبعا، لانه مفيش اداره للعلاقه بالاهداف. احنا لا ندير علاقتنا بالاهداف بالمناسبه. احنا بنتعامل مع الموضوع على انه احنا دلوقتي احنا في معركه يا ترى مين اللي هيخرج كسبان. ها احنا عايزين انا عايز اخرج كسبان ها، ومحملاه هو كل الذنوب وكل الاتهامات وكل اللوم وكل لكن الحقيقه ان احنا لازم نفهم انه المشاهد اللي بنخرج فاكرين نفسنا فيها منتصرين هي في حقيقه الامر هي مشاهد احنا خسرانين فيها. برافو عليك. في الاخر صح. برافو. ليه؟ لانه احنا الاثنين اللي بنعملين الحياه دي صح. فالطرف اللي معتقد انه هو منتصر في الحرب دلوقتي وفي حقيقه الامر مش منتصر، وعلى المدى الطويل اكيد مش طبعا احنا في مركب واحده. بالظبط بالظبط. عايزه اقول حاجه اخيره قبل ما نطلع فاصل، انا بستفيد جدا يا جماعه من المواضيع دي، وبستفيد جدا لما بنتناقش فيها، بحس ان احنا بنعمل احنا كتلاته كده في البرنامج بنعمل جروب ثيرابي او علاج جماعي، لان صح. تبادل وجهات النظر والتفكير والحاجات اللي بنقراها والدراسات والحاجات دي بتعلمنا احنا صح. على المستوى الشخصي كتير جدا. انا يعني ما مشينا مع بعض في البرنامج شويه، خصوصا وجود عنصر راجل في البرنامج بيخليكي فعلا تشوفي من منظور مختلف. عارفين وين احنا بنتكلم كده في الجرسه ايه صح؟ فكرت جزء من تتر المسلسل هو وهي رحمه الله عليهم سندريلا واحمد زكي، لما كانت بتقول له ايه بتحبني، فقال لها ايوه يا ناموس. طب قد ايه؟ قد البسبوسه. ما تحبنيش بالشكل ده. لا ما بحبكيش بالشكل ده، اهو قال لي مش بيحبني. يا ناس دي خلصكم كده.